وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في اليمن بالكارثة، وقالت إن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى 1,000,000 حالة بحلول نهاية العام. وقال ألكسندر فيت رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن إن الأطراف المتحاربة تستخدم القوة بشكل مفرط، ما يؤدي إلى سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. ودعا الأطراف إلى السماح بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة. وأضاف خلال إفادة صحفية في جنيف أن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغت 750,000 حالة، وأن عدد الوفيات وصل إلى 2,119. من لم يمت بالحرب مات بغيرها. تكالبت المحن على اليمن، فالحرب التي لم تهدأ رحالها منذ سنوات خلفت كوارث وراءها من قتل للبشر ودمار للبيوت والمشافي ونقص في الغذاء والدواء، مما خلق بيئة مناسبة لانتشار الأمراض وتفشي الكوليرا. وحالت حالة الحرب والحصار دون تفعيل تطويق وباء الكوليرا رغم التحذيرات الكثيرة من سرعة انتشاره. الصليب الأحمر الدولي أعلن أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن قد يصل إلى 1,000,000 حالة بحلول نهاية العام. منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية أيضا أكدت أن عدد المصابين بهذا الوباء بلغ أكثر من 755,000 حالة حتى الوقت الراهن. تسارع انتشار الوباء في اليمن يجعله الأسوأ في تاريخ البلاد. إغلاق مطار صنعاء الدولي وتقطع سبل التنقل ووصول الأدوية ساهم في ارتفاع الوفيات وزيادة تفشي الوباء في 22 محافظة يمنية. لا سبيل لدى اليمنيين في الحصول على مياه الشرب سوى عن طريق الآبار المكشوفة، مما يضعهم أمام خيارين أحلاهما مر، فإما الموت عطشا أو احتمال الإصابة بالكوليرا. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي، صنعاء. ويبقى معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي للمزيد من المتابعة. إذن نبيل، هل صدرت أي ردود فعل عن هذه الإحصاءات الجديدة التي أصدرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ وكيف أيضا تتعامل السلطات اليمنية مع هذا الانتشار غير المسبوق والمتصاعد للوباء؟ سارة، بالنسبة لردود الفعل لا يوجد أي ردود فعل، فقط أضحى المواطن اليمني لا حول له ولا قوة سوى الاستسلام للموت، إما بوباء الكوليرا أو بقصف طيران التحالف أو بالاقتتال اليومي بين الأطراف المتصارعة في البلاد. حتى اللحظة تعتبر من أسوأ الكوارث التي تعيشها اليمن، خصوصا وأن الكثير من السكان لا يستطيعون سداد قيمة الأدوية في المناطق الريفية البعيدة باتجاه المناطق الحدودية مع السعودية وباتجاه محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وهي المناطق الأكثر فقرا في اليمن. الجميع والغالبية يستسلمون للموت بوباء الكوليرا ويشربون من الآبار التي تقتلهم، وكأنهم يحكمون على نفسهم بالإعدام على اعتبار أن هذا الماء هو الماء الوحيد الصالح للشرب للقرى، والكثير من القرى فقدت الكثير من أبنائها بسبب مياه الشرب الغير نقية. هذا بالإضافة إلى أن مطار صنعاء مغلق، وهو ما يعيق الحركة الإنسانية وصول المساعدات الإنسانية للحالات المتضررة هنا في اليمن. في العاصمة صنعاء العديد من المستشفيات يوجد فيها تكدس لأعداد من المرضى المصابين بوباء الكوليرا في أفنية المستشفيات، ولكن حتى اللحظة لا حياة لمن تنادي في ظل الجهود المتواضعة للسلطة هنا في العاصمة صنعاء، والتي لا تفي بالغرض القليل من تلك الإصابات المتزايدة يوما بعد آخر. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من صنعاء نبيل اللوسفي.